القطار تروي. مرحباً تروي، تقضي وقتاً ممتعاً؟ واو، ما أجمل هذه الحركة! عزيزي تروي، يبدو وكأن صديقنا بن في مشكلة. ماذا بإمكاننا أن نفعل؟ أنت محق تروي، نحتاج إلى مركبة لتساعدنا في إزالة التراب والحطب الثقيل. لا يوجد أي مركبة في مدينة السيارات يمكنها فعل ذلك. فكرة رائعة تروي، دعنا نجد مركبة جديدة يمكنها مساعدتنا في ذلك. ممتاز، نحن جاهزون للذهاب لإحضار صديقنا الجديد. انظر إلى هذه الصناديق تروي، يوجد مركبة مختلفة في كل صندوق منهم. أيهم سيساعدنا في إزالة الحطب تروي؟ هل أنت واثق أن سيارة الإسعاف يمكنها تنظيف الحقل تروي؟ لا، أنت محق، دعنا نبحث في صندوق آخر. أوه، تعتقد أن الحفارة يمكنها فعل ذلك؟ دعنا نأخذه إلى الحقل ونفحص ذلك. انتبه تروي، إنه قادم. حسناً تروي، دعنا نذهب. مرحباً بن، انظر، لقد حضر تروي لمساعدتك. دعنا نقوم بإنزال الحمولة أولاً. ماذا ينقصنا تروي؟ بالتأكيد ينقصه الجاروف. أوه صديقي، إنه جاهز الآن. مرحبا يا حفارة، يسعدنا مقابلتك. ما اسمك؟ إيجار؟ مرحبا بك في مدينة السيارات إيجار. تروي، وظيفة إيجار هي إزاحة الحطب الثقيل والتراب. إيجار، أنا وتروي لدينا مهمة لك. الجرار بن يحتاج مساعدتك في تنظيف الحقل، هل تعتقد أنه بإمكانك فعل ذلك؟ استعمل جاروفك في التقاط أي شيء يعترض طريقك. بقي هناك القليل من الحطب هنا وهناك.
هناك واحدة أخرى إيدجار، هل تستطيع إخراجه من الحقل إيدجار؟ يبدو ثقيلاً جداً إيدجار، تستطيع أن تفعلها. واو، شكراً جزيلاً إيدجار. الآن يستطيع بن أن يقوم بعمله. وداعاً إيدجار، نراك لاحقاً. وداعاً أصدقائي، نراكم في المرة القادمة. توم شاحنة الجر. مرحباً إيدجار، يبدو وكأنك مشغول جداً اليوم. هي، احترس. واو، أنت بارع في ذلك بالتأكيد. أحسنت صنعاً إيدجار. هذا يبدو ثقيلاً بالنسبة لك إيدجار. كن حريصاً أكثر عزيزي، الحمولة تبدو ثقيلة جداً. هي إيدجار، هل أنت بخير؟ أوه لا، الدلو مكسور، كيف ستكمل عملك الآن؟ لكن إيدجار لا تقلق، حسناً سأتصل بتوم شاحنة الجر وسوف يقوم بإصلاحك فوراً. هي توم، توم نحتاج مساعدتك، الحفارة إيدجار في مشكلة ويحتاج المساعدة، هيا بسرعة. دعنا نسرع توم. إلى اليسار بسرعة. أحسنت توم. الآن على يمينك عند التقاطع، هذا سوف يقودك إلى موقع البناء. لقد وصلنا موقع البناء، هل تستطيع أن ترى أين إيدجار توم؟ حسناً توم، تعال حالاً، ستكون بخير، فقط كن حريصاً جداً. انظر هناك توم، هل ترى إيدجار الآن؟ مسكين إيدجار، يبدو منزعجاً جداً. مرحباً إيدجار، توم هنا، لا داعي للقلق بعد الآن. هيا لنأخذك إلى المرآة إيدجار، هل أنت مستعد توم؟ هيا دعونا نذهب. احترس توم. رحلة صعبة توم، لكن انظر، لقد وصلنا المرآة الآن. إيدجار، توم سيلقي نظرة عليك الآن. حسناً، ما رأيك توم؟ دعنا نبحث عن دلو جديد لإيدجار. هل هذا مناسب توم؟ لا؟ ما رأيك بهذا؟ لا؟ وهذا؟ ممتاز! رائع! لقد تم تثبيت الدلو الجديد! ماذا سنفعل الآن توم؟ نعم، أنت محق، نحتاج إصلاح هذا الباب. هناك توم، إني أرى ماكينة اللحام على الرف الثالث، هل نسيت شيئاً توم؟ بالضبط، عدة الرأس الواقية لحماية عينيك من شرارة اللحام. هيا لنبدأ.
احترس توم. وأنت أيضاً إدجار. واو، هذا يبدو رائعاً. لا مزيد من الأبواب المعلقة التي ستقلق بشأنها إدجار. هل هذا يجعلك حفارة سعيدة؟ أنا أراهن على ذلك. هل هناك شيء آخر توم؟ هل تفكر بما أفكر أنا توم؟ ممتاز! إذن لنبدأ الآن. حان وقت الغسل إدجار. يبدو وكأن إدجار يستمتع بالغسل. تبدو جديداً تماماً إدجار، أليس كذلك؟ أنت جاهز للذهاب. وداعاً إدجار، وقتاً سعيداً. نراك لاحقاً توم، وداعاً.